محمود سلامتك. الله يسلمك. شو صار معك؟ زي ما انت شايفة انكسرت ايدي. سلامتك. الله يسلمك. بصراحة بعد ما انكسرت ايدي صار صعب علي اني احركها وامسك الاشياء بسهولة زي اول. هذا الاشي خلاني افكر قديش جسم الانسان معقد وفيه تفاصيل واسرار كثيرة. هذا الاشي اللي اثار فضولي. لشو؟ لحتى اعرف شو الاشياء اللي داخل جسمنا بتخلينا نتحرك. وبعد ما قرأت كتاب جسم الإنسان اكتشفت السر. شو السر؟ السر هو العظام والمفاصل الموجودة داخل أجسامنا. مرحبا، أنا محمود وأنا اليوم رح أعمل مجسم لإيد بشرية من أدوات ومواد بسيطة. وأنا شحت رح أحاول أكتشف إذا في كائنات حية ما عندها لا عظام ولا مفاصل. وعشان تصنعوا مجسم لإيد بشرية من الأدوات البسيطة اللي أنا ورجتكم إياها، ما عليكم سوى إنه نجيب قلم فلوماستر ونحط إيدنا على الكرتونة ونحدد مكان إيدنا. بعدين رح نقص الرسم اللي عملناها باستخدام المقص، بس أكيد رح يساعدكم حدا كبير زي ما ساعدني أنا أحد أصدقائي بمكتب الدرب المعرفة. بعدين رح نجيب الشلمونة ونقصها لقطع صغيرة. بعد ما نقص الشلموني لقطع صغيرة، أي مكان بينثنى فيه أصابعنا رح نلزق الشلموني باستخدام السيليكون اللي كمان رح يساعدكم فيه حدا كبير. وبعد ما نلزقها رح نجيب خيطان الصوف ونصير ندخل خيط الصوف داخل الشلموني اللي لزقناها على المجسم. وبعد ما نخلص كل هاي الشلمونات صار عنا مجسم لإيد بشرية. بتتلاقى معظم العظام عند المفاصل، والمفاصل هي روابط بتسمح للعظام بالتحرك بمقدار معين باتجاه واحد أو أكثر، واللي بيدعم هاي الحركة هي مجموعة من الأوتار والغضاريف والأربطة. بجسم الإنسان في 19 مفصل من غير مفصل الرسغ، وكل هاي المفاصل موجودة لتسهل حركتنا وتساعدنا بحياتنا اليومية لنقدر نتحرك. يا ترى لو ما كان في عنا عظام ومفاصل كنا رح نقدر نتحرك ولا رح نكون مثل قطعة الجلي هاي؟ يعني مثل الرخويات. الرخويات هي كائنات حية ما عندها لا عظام ولا مفاصل مثل الديدان والحلزون، وبتعتمد بشكل أساسي بحركتها على التضاغط يلي بيصير بين العضلات وبيكون حركة مثل حركة الأمواج يلي من خلالها بتقدر تزحف، وهذا الإشي بيخليها ضعيفة. لهيك في كتير كائنات عندها إما قشرة أو قوقعة خارجية لحتى تحميها. ومثل ما في عنا لا فقاريات برية، كمان عنا لا فقاريات بحرية مثل صديقنا الأخطبوط عنبر. اكتشفت إنه العلوم الخاصة بأجسام الكائنات الحية مليانة بالمفاجآت والمعلومات المتنوعة. وأنا قرأت بموسوعة العلوم للناشئين إنه من الأشياء اللي بتدعم حركة أجسامنا هي العضلات.